السلام اخوان، نتمنى كل شيء يكون بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم، قناة مصطفى عباس، قناة اللي تهتم باستعداد لمباراة التعليم. ما كانت اول ما كتفرج فيا ساش دير ابوني وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. دير جيم وشي كومونتير، كان عندك تساؤل خليه تحت في كومونتير. مهم، بداو على بركة الله. ولا اخوان، الحلقة ديال اليوم دارت لا قبل المشاكل اللي تتواجه الناس في المصادقة على لي دوسي ديالهم، في تحميل الملفات، جميع المشاكل. كما عرفنا اليوم شهدات واحد مجموعة ديال الإعلانات اللي تتقول بأنه بالنسبة للناس اللي صادقوا عن الملفات وداز 48 ساعة وبقى ما طلعتش ليهم مصادقة عليه من طرف مديرية إقليمية، أنهم يقدروا يتصلوا بالمديرية الإقليمية اللي دفعوا لها ويحلوا لهم السيت ويعاودوا يابلوديو دوك لي دوكيمون وتتم مصادقة إن شاء الله. لكن بزاف الاخوان كما تنشوفوا هنا في الاعلانات، هنا ما كاينش لي نيميرو، هنا ما كاين، هنا كازا بوحدها اللي دارت هادي فلي نيميرو، كما تنشوفوا لا حد هذا وعاد لا حد الاخر، هنا ما كاينش لي نيميرو، هنا ما كاينش لي نيميرو، هنا ما كاينش لي نيميرو. واش تجي تشوف، تجي تدير جوجل بحال هكا، تورك على جوجل، تجي تدير مديرية إقليمية مثلا دار بيضاء ستاج، كونترول في نيميرو ميغو ولا شي حاجة، دو تيليفون تيليفون، ندير لها بحال هكا، نوركو هنا. ما تنشوفو هنا ما طلع لينا والو، يتصل بينا الموضوع، اسم تقولك دير البريد الإلكتروني، مجموعة ديال الأمور. إذن إخوان أش ندير؟ تان أول حاجة تمشي للسيت ديال الوزارة، ولا إخوان تندخل تنكتب مثلا المديرية الإقليمية الدار بيضاء سطات، تنورك على أول سيت لحساب الأكاديمية، تنورك تيطلعو لي المديريات الإقليمية. دابا هنا تانا كاين لي دافع سطات، كاين لي دافع سيدي بنور، كاين لي دافع، تنورك بحال هكا، حيت هما قالك اتصل معرفتش بالأكاديمية ولا المديرية الإقليمية. نشوفو الإعلان، أخير مترشح متابعة وضعيتي يتأكد من طلب مصادقة عليه من طرف مديرية إقليمية. إخوان فوالا إخوان، فاش تكتب هنا في جوجل مديرية الدار البيضاء سطاج، تطلع لي أول حاجة تنورك عليها، تطلع لي هاد الصفحة. فاش تنجي هاد الصفحة قالك هما في الإعلان مديرية من طرف مديرية الإقليمية. إذا لما تعيط المديرية ما تعيطش الأكاديمية. إذا الإخوان أش دير؟ كما تنشوفو تسناو إخوان سمحوا لي، ولا فاش تدخل قلنا تطلع لك الصفحة، مثلا أنا دفعت الدار البيضاء ولا درس الدار ولا سيدي بنور ولا إقليمية أكاديمية السعادة، ديرو بحال هكا، حنا دفعنا السطاج، ورك عليها، تطلع ليا هاد الصفحة. كما تنشوفو هنا ما لقينا لا نيميرو لا والو. اش ندير تنعود تحت، تتبان لك المديرية الإقليمية وزارة التربية الوطنية فين كاينة شارع سطات، الهاتف هاو 05، هاو النيميرو كاين، هذا هذا ديال الفاكس وهذا ديال الهاتف. ولا اخوان نفترضو نمشيو اختيار اخر، تمشيو مثلا إقليمية بسليمان، تعرضو تدفع شي إقليمية بسليمان، تعود لتحت أو تاني تلقى هنا بسليمان فين كاين كاع، تيعطيوك العنوان، الهاتف هاو 05 23 29 10 98، تبقى تبدل هاد اللخر، عطينك اختيارات، إلا مشداتش كادي بدل غير جوج أرقام لخرين، هما دايرينلك بين قوسين 05 ولا 07 أو تاني هاهما. لما عجبكش بدل عادي 73 ولا فهمتي، ما تبدل ربع، وقال تبدل ربع الاخرين. ولا اخوان هذا ما كان بالنسبه للحلقه، نتمنى نكون فيدكم، لي بانه بلي اغلبيه الناس ما عارفينش وما تطلعش لك النيميرو في جوجل. اذا اخوان هنا اي اكاديميه كما قلت لكم تندخل تنورك عليها بحال هكا. دابا عاوتاني نديرو عين الشق مثلا، تتورك عليها، تتعود لتحت، تتلقى عاوتاني لي نيميرو، اي نيميرو تتلقاه، الفاكس فين كاينين، لا بغيتي تمشي عندهم كاع ما تحلش لك مشكل،
بغيتي تمشي عندهم حتى تمشي عندهم. ولا اخوان عاوتاني نفترضوا حاجه اخرى، قلت لكم احنا عودنا الصفحه الرئيسيه تتورك عليها. ولا اخوان افترضوا انا قال لك اقليمي، قال لك سير الاكاديميه ولا شي حاجه، ولا اش تدير؟ اي النمره ديال الاكاديميه تهول لتحت، عاد توريك الاولى من جوجل تكتب هذيك الجهه انت اللي دافع لها، تهول لتحت تلقى فين كاينه الاكاديميه، تلقى ارقام هاتف ارقام الفاكس كاع اللي بغيتي، قال لك صيفط شي حاجه بلا ما تنقل. ولا اخوان نفس الشيء بالنسبه للاكاديميات الاخرين يا اخوان، تدخل جوجل تكتب مديريه، مديريه تكتب مديريه، مديريه الدار البيضاء 16، مديريه الجهه انت اللي دافع لها باش يطلعوا لك المديريات، اللي كتب شي اكاديميه الدار البيضاء 16 يطلعوا لك عادي، يطلعوا لك بحال هكا، يطلعوا لك هاي هل هنا، هل هنا أكاديمية الداخل هو يطلعوا لك هذه أتورك عليها، ما يطلعوش لك الجهات. إذا الإخوان اش تنكتب في جوجل؟ تنكتب مديريات، تنكتب مديريات ولا مديريات الجهة انت اللي دافع عليها الحساب، هنا هنا سواء جهة الداخلة هو الذهب سواء العيون الساقية الحمراء سواء قول الميم. ولا اخوان فوالا كتبها من واش تدخل عاوتاني نفس الشيء، تطلعوا لك الاقليميات اللي في هذيك الجهة، تتورك تتهول تحت تلقى النيميرو. فوالا فوالا اخوان نتمنى تكون فايتكم بعض الحلقات، فيديو خفيف ظريف. ترقبوا فيديوهات جاية ان شاء الله اللي عنده وفاء على مجموعة ديال الامور اللي متعلقة بالتعليم، هذاك الشيء علاش ما تنساش تابونا ودير جيم وشي كومونتير. فوالا كان معكم استاذ مصطفى فارو من قناتكم قناة مصطفى بيس، الى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.